ننتقل إلى باريس وزميل خالد شقير الذي سيحدث وتحديدا من مارسيليا الذي سيحدثنا بدوره عن آخر تطورات فيروس كورونا، حيث لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فرض حجر صحي حسب المناطق لاحتواء تفشي فيروس كورونا. تأتي تصريحات كاستكس في وقت تشهد فيه مدن فرنسية كثيرة ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بفيروس كورونا. زميلي خالد شقير سيرصد لنا مزيد من التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا ومستجدات الوضع هناك. خالد، في البداية برحب بك، والجديد والمتعلق بفيروس كورونا في فرنسا وتحديدا في مارسيليا لديك، تفضل. العزيزة ندى، تحياتي لك ولكل المشاهدين والمتابعين على وجه التحديد من مدينة مارسيليا. كما أشرت، هذه المدينة التي كانت في المرحلة الأولى هي ومنطقة باكاو، منطقة جنوب شرق فرنسا، من المناطق الآمنة، ولكن في هذه المرحلة وبعد أن سمح أو سمح للانتقال من منطقة إلى أخرى في خلال فصل الصيف، أتى الباريسيون وأتوا كل الفرنسيين من كل مكان، لأن كانت السياحة كانت شبه مغلقة بالنسبة لفرنسا، ففرنسا فتحت ما بين المناطق، وكانت خطأ كبير جدا تسبب في انتقال الفيروس من ثلاث مناطق، كانت منطقة ليل دو فرانس أو إيل دو فرانس وشمال فرنسا وشمال شرق فرنسا، هم المناطق المنكوبة. الآن أصبحت فرنسا تقريبا على كافة الطرف، يعني تراب الفرنسي، كل المناطق أصبحت يعني يتشهد ارتفاع كبير جدا لفيروس كورونا. كما أشرت أنت في الخبر، طبعا جان كاستكس وهو رئيس الوزراء الفرنسي كان مهندس الخروج من عملية الأزمة في المرحلة الأولى، حين ذا كان مديرا للإليزي، ولكن ها هو الآن يتربع على عرش رئاسة الوزراء الفرنسية والوزارة الفرنسي، وبيحاول إيجاد مخرج لهذه المشكلة وهذه المعضلة التي تهدد حياة الفرنسيين بالطبع. طيب خالد، يعني في بداية الجائحة وخصوصا وخاصة في فرنسا، حدثت أو فرنسا كانت من أولى الدول الأوروبية التي عملت الإغلاق العام أو إغلاق في مختلف المناطق، آلية الاستعداد للموجة الثانية. البعض يتحدث عن أن ما تعانيه فرنسا الآن ما زال امتداد للموجة الأولى من كوفيد-19، يعني لو تقربنا أكثر من المشهد لديك والاستعدادات في المستشفيات وفي مختلف القطاعات الفرنسية. ندى، المرحلة الأولى أو الجولة الأولى لكوفيد-19 راح ضحيته حوالي 30,000 فرنسي، وكان معظمهم من كبار السن. هذه المرحلة ما هي مرحلة مختلفة تماما، وبالرغم من أن أعداد الإصابات كبيرة جدا، أول أمس كانت الإصابات 27,000 حالة إصابة في خلال 24 ساعة، صحيح بالأمس تم انخفاض هذا العدد وأصبح 16,000 فقط، إلا أن كل المؤشرات ندى بتؤكد على أن هذا الفيروس هو متواجد ومتواجد بكثرة، وسرعة انتقال المرض الآن ما بين الشباب، ولهذا ما بين قوسين نتفهم قرارات الحكومة الفرنسية بغلق المقاهي أو المطاعم والغلق بتمام العاشرة مساء، رغم كل يعني الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع الفرنسية، وبصفة خاصة أن هذا الفيروس ضرب في مقتل ندى العاملين في قطاع السياحة. فرنسا هي الدولة الأولى في العالم من خلال استقبال السائحين، من سواء بقى سائحين لباريس أو الآن في يعني احنا دلوقتي في موسم الشتاء جبال الألب، كثير النهارده كان هناك يعني شبه اجتماع للعاملين في قطاع السياحة لمطالبة لدعم الدولة. الجميع يتحدث على أن ليس فقط هذا الموسم السياحي أو في سنة 2020 هو اللي انضرب فقط، ولكن من المتوقع أن يستمر الأمر إلى الصيف القادم في فرنسا للأسف الشديد. طيب خالد، أيضا في بداية الجائحة كنت تتحدث معي من باريس أيضا لنقل الصورة من هناك أو من مارسيليا من فرنسا تحديدا، تحدثت عن أن فرنسا تعاني من نقص في أسرة العنايات المركزة، وأيضا فرنسا ليست مستعدة لكم هذا العدد المهول من أعداد الإصابات. هل وعت فرنسا الآن الدرس وأصبح هناك تجهيزات مختلفة عما سبق؟ شكل الاستعدادات في فرنسا الآن كيف يسير؟
الحقيقه الوضع مختلف تماما. ده يعني كنا نتحدث عندما تحدث الرئيس ماكرون نتذكر عن كلمه لاجير او الحرب، لم يكن الفرنسيين مستعدين، الحكومه الفرنسيه لم تكن تملك سوى 7000 فقط غرف عنايه مركزه، لم تكن تملك الكمامات ولا حتى الاختبارات. الان الوضع لماذا 27000 و16000؟ لان هناك 800000 اختبار في الاسبوع، هذا يصل الى مليون في الاسبوع، ولهذا الاعداد كبيره جدا. ولكن الان ما هو يطمئن الفرنسيين نوعا ما هو ان اعداد الوفيات ليست بالكثيره ولا بالكبيره. كنا نتحدث ندى تتذكرين عن 300 و400 و500 حاله وفاه في اليوم في المرحله الاولى، اليوم لا يتعدى اليوم الواحد 100 واوقات 54 50، فهذا يجعل هناك ارتياحيه شيئا ما. غرف العنايه المركزه ندى تم زياده غرف العنايه المركزه التي كانت 7000 اسره متواجده واجهزه تنفس صناعي وغيرها الى 12000 في فرنسا. ولكن المشكله والمعضله ندى رغم تواجد هذه الغرف العنايه المركزه الا ان الاطقم الطبيه والعاملين في قطاع الصحه هم عددهم محدود وعددهم غير كافي، ولهذا هو التخوف الذي دعا الحكومه الفرنسيه للقيام بعمليات الغلق، اولا الى مارسيليا ومدينه اكس بروفانس، ثم الى باريس، ثم الى مناطق اخرى زي ليون وليل وسانت اتيان وتولوز بالامس ومونبليه ايضا بالامس، تم وضعهم في حاله التاهب القصوى. وحاله التاهب القصوى تعني ندى ان هناك زيادات كبيره تدخل الى غرف العنايه المركزه، وان 30% من اسره العنايه المركزه هم يعني تعدى حاجز ال 30% من عدد الاسره. ولهذا تحدث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس هذا الصباح بعمليه لكونفينمون او الحجر الصحي او الدخول الى الحجر، ولكن هذه المره لن يكون حجر عام على مستوى فرنسا ولكن على مستوى المناطق، ولهذا سيكون حجر حسب القرية حسب المدينة حسب المنطقة. طيب خالد، أخيرا، لا يمكن أن نتحدث عن كوفيد-19 ولا نتحدث عن سباق اللقاحات الذي نرى ونتابعه في مختلف بلدان العالم، أين تقف فرنسا الآن فيما يتعلق بوجود لقاح مضاد لكوفيد-19؟ فرنسا يعني المجلس الصحي أو المجمع الصحي الذي أنشأه الرئيس ماكرون يتحدث عن أن اللقاح لن يكون في العالم قبل الربيع، قبل يوم 31 مارس على وجه التحديد. وأتوقع الجميع، لأن طبعا اللقاح لابد له من مراحل، بأن اللقاح سيكون متوافر في الأسواق اعتبارا من الصيف القادم. وهنا تحدثوا عن هذا اللقاح الذي ينتجه الاتحاد الأوروبي في ألمانيا أو في بريطانيا، وهناك من يتحدث عن اللقاح الروسي والصيني ايضا والامريكي ايضا، ولكن فرنسا على وجه التحديد تتحدث على ان يجب على المجتمع الدولي وعلى الدول جميعا الا تتسابق في من سيقوم بعمل اللقاح، ولكن ان تتفق على ان الصحه العالميه لن يمر بها الفرنسي فقط او الاوروبي فقط ولكن العالم كله، وان هذا الوباء هو وباء عالمي، ومن هذا المنظور تتعامل فرنسا مع هذه القضيه على وجه التحديد. نعم، زميلي خالد شقير، انا بشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من فرنسا وتحديدا من مارسيليا، كما تقدم بالشكر ايضا لزميلي عربي مرزوق الذي حدثنا بدوره من برلين.